السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من المجالس التي يكون التعليق فيها على منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جملة دروس يشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. سائل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع إخواننا لكل خير، وأن يتقبل منا جميع ما نمنه وكرمه. وهذا المنسك لشيخ الإسلام رحمه الله كعادته رحمه الله في عرضه للمسائل ربما يستطرد أحيانا إلى مسائل أخرى، وهذا المنسك فيه مسائل كثيرة، وأنا عمدت إلى أن جعلته على مسائل، وقد أختصر شيئا مما يذكره من الأدلة. وهذه المسائل منها ما وقع عليه الإجماع، ومنها ما يكون فيها خلاف، لكن يتعرض لما اختاره رحمه الله، وغالب ما وبل إن جميع ما يذكره رحمه الله هو الذي يفتي به عامة أهل العلم في هذا الوقت في مسائل الحج، وإن كان هناك مسائل استجدت أيضا. وشيخ الإسلام رحمه الله له منسك قديم كما ذكر رحمه الله، وأنه قلد فيه من اتبعه قبله من العلماء، وأنه صنفه في أوائل عمره رحمه الله، ثم بعد ذلك كتب منسكا اختلف فيه قوله، وكان منه اختيار أقوال قد تكون خلاف قول الجماهير لكنها مؤيدة بالأدلة. وهذا هو المنسك الذي نتعرض إليه بالتعليق بحول الله وقوته. ذكر رحمه الله أول ما ذكر بعد خطبة الحاجة، ذكر أن الحاج إذا قصد الحج إلى والعمرة فقصد هذا لا يعتبر إحراما، فمنذ خرج من بيته فإنه يقصد الحج مثلا أو العمرة إذا كان قاصدا لهما، ولا يكون بمجرد هذه النية داخلا في النسك، بل لا يحصل الدخول في النسك، لا يحصل الإحرام إلا بالدخول. فلو تجاوز الميقات وهو لم يدخل فإن هذا لا يجوز له، ولهذا الإحرام هو الدخول في النسك، أما نية الدخول فهي منذ خرج من بيته. ومثل الشيخ رحمه الله كمن يخرج من بيته مثلا إلى صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، أو يقصد إلى أي مكان من أماكن للعبادة ولو كان في بيته، فإنه حين يقصد لا يكون داخلا في الصلاة حتى يحرم بها ويدخل. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ذكر رحمه الله المواقيت الخمسة، وهي معلومة بالأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم، وهذه ثابتة بالنص الصحيح، وذات عرق هذا اختلف فيه، والصحيح أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورد فيه حديث صحيح، ورد فيه أحاديث يعضد هذا الحديث الصحيح، وثبت عن عمر رضي الله عنه وأجمع العلماء عليها في الجملة. المسألة الثالثة، ذكر شيخ الإسلام أن ذا الحليفة يسمى أبيار علي، وقال إن هذه التسمية يسميها اشتهرت بين جهال العامة، وأن ظنهم أن عليا قاتل الجن، قال وهو كذب، وأن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، هو علي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البر، لكنها اشتهرت بهذا الاسم. فإذا كان اشتهارها
على هذا الوجه الذي ذكر شيخ الإسلام فيقول إن هذا لا أصل له، لا أصل. لكن من أراد أن يعرف مثلا لغيره ممن لا يعرف إلا بهذا الاسم لا بأس بذلك، وأن يبين أن اسمه الذي جاء على في لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذو الحليفة. المسألة الرابعة، ذكر الشيخ رحمه الله أنه بعد ذلك إذا جاء ميقاتا من هذه المواقيت فإنه مخير بين أنساك ثلاثة، بين التمتع والإفراد والقران، بين التمتع والإفراد والقران، فأي نسك دخله فإنه يجوز له ذلك. وسيذكر الشيخ بعد ذلك لو أنه أراد أن يتحول من نسك إلى نسك، خاصة ما يتعلق من إفراد أو قران إلى تمتع، وأن هذا هو الأكمل والأتم. المسألة الخامسة، ذكر الشيخ رحمه الله بعدما ذكر أنواع الأنساك يقول رحمه إن أفضل الأنساك يختلف بحسب اختلاف حال الحاج، بحسب اختلاف حال الحاج. فإذا كان الحاج مثلا يسافر إلى مكة، سافر إلى مكة قبل أشهر الحج، مثلا في رمضان يريد أن يصوم رمضان في مكة ثم يمكث فيها في رمضان ويمكث فيها حتى يدركه الحج، فهذا لا شك حين جاء إلى مكة فإنه قد ورد إليها قبل أشهر الحج، فعلى هذا لا يحرم بالحج. الحج أشهر معلومات، وأولها ليلة واحد من شهر شوال، شوال وذو القعدة وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما هو قول الجمهور، فيحرم بعمرة ثم يبقى بمكة ثم يحرم بالحج مفردا في اليوم الثامن، فهذا الأفضل له الإفراد الأفضل. ولا يشرع مثلا أن يخرج، على كلام الشيخ، أن يخرج إلى الحل ويأخذ عمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك يكون متمتعا، وهذا فيه خلاف، لكن الشيخ رحمه الله يقول إن هذا هو الأفضل، ويقول إن هذا هو قول الأئمة الأربعة. هذه حال. الحال الثاني، من يقدم مكة في أشهر الحج فإن الأفضل في حقه التمتع الخاص، تمتع الخاص بمعنى أنه يأخذ عمرة لو جاء مثلا في شهر شوال فما بعده، فإنه يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون متمتعا، فهذا تمتعه أفضل، فهذا تمتعه أفضل. وهناك أحوال أخرى يحصل فيها التفاضل بين الأنساك، لكن التمتع هو أفضل الأنساك، وهذا هو الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة متعلقة ما تقدم، أن هل يجوز ويصح الإحرام بالحج قبل أشهره كما لو جاء في رمضان مثلا أو في شعبان، فهل يصح أن يحرم بالحج؟ ذهب الجمهور إلى أنه يصح وإن كان مكروها، وذهب بعض العلم وحد الروايتين عن أحمد وهو قول الشافعي أن إحرامه بالحج ينقلب عمرة، أن هذا ليس مسنونا وليس وقت الحج، وليس وقت الحج، فإنه لا يشرع له أن يحرم بالحج. وفيه خلاف في صحة إحرامه بالحج، صحة إحرام الحج. وإذا كان يشرع قلبه بعد ذلك في أشهر الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتحللوا بعمرة ممن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدف، هذا هو المشروع، أن يتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج. لكن لو تحل، لكنه في هذه الحال لا يكون متمتعا، لأن إحرامه بالعمرة كان قبل أشهر الحج، إحرامه بالعمرة كان قبل أشهر الحج. ومن شرط التمتع أن يكون إحرامه بالعمرة والتحلل
أن يكون إحرامه بالعمرة والتحلل منها يكون في أشهر الحج. قال رحمه الله أو ذكر رحمه الله بعد ذلك مسألة وهي المسألة السابعة، وقد تكون هناك مسائل أخرى أيضا، يعني الشيخ رحمه الله يذكر مسائل أخرى أيضا لكن قد تتبع ما ذكره فيما تقدم من المسائل. المسألة السابعة أنه لا يشرع الخروج من مكة لأجل العمرة، ولم يفعل ذلك أحد ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت حائضا واستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف كلام أهل العلم في تفسير وفقه فعل عائشة رضي الله عنها وهل يشرع لكل أحد، وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم لا يرون مشروعية هذا الفعل، وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر به أحدا لا قبل الحج ولا بعد الحج أحدا من أصحابه، بل إن أخاها عبد الرحمن الذي كان معها وذهب معها إلى التنعيم لم يأمره عليه الصلاة والسلام بالعمرة معها، مع أنه ذهب ورجع معها وكان معها في جميع عمرتها حتى فرغت منها، وهو أيضا لم يفعل ذلك رضي الله عنه. فالمقصود أن هذه مسألة فيها خلاف، وجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك، لكن الخروج من مكة بعد الفراغ من الحج هذا هو الذي أيضا يؤكد فيه الإسلام رحمه الله أنه لم ينقل عن أحد البتة أنه فعله مع النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثامنة، هذه العمرة التي سبقت لو فعلها إنسان، هل لو أنه أحرم بالحج مفردا ثم بعد الفراغ، يعني هو لم يسبق له عمرة ثم بعد الفراغ من العمرة أخذ عمرة مفردة من التنعيم، هل تجزئه عن عمرة الإسلام عند من أوجبها؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولهذا قال وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتع دم أم لا، وهل تجزئ هذه العمرة عن عمر الإسلام أم لا. وسكت رحمه الله على هذا الخلاف. المسألة التاسعة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات، وهو يريد بهذا أنه لم يصنع شيئاً من هذه العمرة، وهو العمرة التي تكون وهو خارج من مكة، إنما جميع عمرة عليه الصلاة والسلام كانت وهو داخل إلى مكة، لم يكن شيء منها خارجا من مكة. ولهذا كما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس وغيره عنهم رضي الله عنهم أنه اعتمر أربع عمر، عمرته عمرة الحديبية وعمرة القضية وهي المقاضاة من العام القابل عام السابع، ثم عمرة الجعرانة ثم في العام الثامن، ثم بعد قسمه الغنم حنين، ثم عمرته التي مع حجته عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن جميع عمره عليه الصلاة والسلام كلها وهو داخل إلى مكة، ولم يكن شيء منها وهو خارج من مكة إلى التنعيم، إنما هذا ورد كما تقدم عن في حال عائشة رضي الله عنها، وهو لم يأمرها ابتداء، إنما لما أنها طلبت منه، وجاء في بعض الرواية ما يدل على أنها أكدت طلبها هذا منه عليه الصلاة والسلام ثم أذن لها بذلك. المسألة العاشرة، ذكر الشيخ رحمه الله أن الأحاديث الواردة في صفة حجه متفقة، منهم من قال إنه أفرد الأفرد الحج، ومنهم من قال إنه قرن، ومنهم من قال إنه تمتع، والأخبار كلها في الصحيحين، وأنه لا اختلاف بينها، وأن لغة الصحابة لغة واسعة في هذا، وأن من قال إنه تمتع من قال إنه قرن
هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه أحرم بالحج والعمرة جميعا عليه الصلاة والسلام. ومن قال إنه تمتع فأراد التمتع العام، فإن التمتع اسم عام يدخل فيه التمتع الخاص وأخذ العمرة والتحلل منها، ويدخل فيه التمتع العام وهو أنه يجمع نسكين في سفرة واحدة، التمتع العمرة والحج، فيكون قارنا وهذا نوع من التمتع، لكنه من باب التمتع العام، ليس التمتع الخاص الذي يحصل التحلل بين النسكين. ومن قال أفرد فالمعنى صحيح أيضا، لأنه أراد أن عمله عليه الصلاة والسلام مثل عمل المفرد سواء بسواء، إنما القارن يكون على يد. أما عمل الحج فإن عملهما عمل واحد، فلهذا اتفقت الأخبار، وهو من أحسن كما قال أهل العلم ذلك، هو أحسن ما يجمع بين الأخبار في هذا الباب. والأخبار أيضا كلها يبين بعضها بعضا، بدليل أن الذين قالوا إنه أفرد جاء عنه أنه تمتع في الصحيحين عن ابن عمر وعن عائشة، والأخبار يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. المسألة 11، ذكر الشيخ رحمه الله أنه بعد الإحرام يشرع التلبية، يشرع التلبية بعده، ولمن أراد أحد الناس قال، فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الحج. وسيذكر الشيخ بعد ذلك لا يجيب لفظ من هذه الألفاظ، وإن كان مفردا قال لبيك حجا، له أن يلبي كما تقدم بالحج وحده، ولو أن يلبي بالحج والعمرة يجمعهما قارن، وله أن يلبي بالعمرة وبعد ذلك يحرم بالحج. كل هذا دلت عليه النصوص، وأن هذه الأنساك الثلاثة كلها منساك مشروعة. المسألة 12، أنه لا يجب على من أراد التلبية بنسك من هذه الأنساك، لا يجب عليه أن يذكر واحدا من هذه الأنساك، لا يجب عليه أن يذكر واحدا من هذه الأنساك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بعبارة خاصة، ولهذا قال الشيخ ولا يجب شيء من هذه العبارات اتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين. انعقد من لبى، الشيخ رحمه الله يقول من لبى قاصدا، ويقول إنه من لبى من قال لبيك اللهم لبيك يكفيه، ولا يجب أن يذكر في إحرامه واحدا من هذه النسك والمعنى أنه تكفيه التلبية، وهذا بالاتفاق. لكن لو لم يلبي هذا لو لم يتكلم بشيء سيذكر الشيخ رحمه الله اختياره في هذا، وأنه لابد أن يكون هناك قول أو فعل. المسألة 13، يقول الشيخ رحمه الله لم يثبت فيها، كما أنه لا يجب أيضا أن يذكر شيئا من هذه الألفاظ فلا يستحب لفظ منها، يعني هو لا يجب لفظ من هذه الألفاظ، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء معين، كذلك لا يستحب، فكل من لبى إنما الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام هو التلبية. فإن ذكر في نسكه التلبية بالعمرة أو التلبية بالحج والعمرة أو التلبية بالحج وحده، فهذا يعين أو مما يذكر به نسكه، لأنه حين يذكر النسك هذا قد يتبين له ويعينه على هذا النسك، وأنه يعلم ما نواه وما تلفظ به ما نواه، وذكر هذا النسك من حج أو عمرة أو قران.
لكن لا يجب لفظ خاص، إنما اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التلبية، وإذا لبى حصل الدخول في النسك بلا خلاف. وبعد ذلك حين يلبي يشرع للمسلم، يشرع الحاج والمعتمر أن يستمر على هذه التلبية ويداوم عليها، هذا هو المشروع، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه معه يداومون على هذه التلبية، وكانوا عليك يرفعون أصوات ويرفعون أصواتهم بالتلبية رضي الله عنهم. المسألة الرابعة عشرة، ذكر الشيخ رحمه الله أنه يصح الإحرام المطلق، وهذه متفرعة عما تقدم. يصح الإحرام المطلق يعني معنى أنه ما نوى حج إفراد ولا نوى قران ولا نوى تمتع، لبى تلبية مطلقة. فإذا قال إنسان لبيت، أنا لا أعرف، جئت إلى الميقات ولا أدري ما هو الأفضل، ولم يتيسر لي معرفة ما هو الأفضل، فلبيت تلبية مطلقة ثم بعد ذلك أريد أن أسأل، فقدم إلى مكة وسأل قال إني أحرمت إحراما مطلقا، ماذا نويت؟ قال لم أنوي شيئا، دخلت في النسك، دخلت في الإحرام. يقول إحرامه صحيح، له أن يصرفه، له أن يحرم، أن يجعله حج مفرد، له أن يجعله حجا وعمرة، ينويه حجا وعمرة قارنا، والثالث وهو الأفضل له أن يجعله عمرة، ينوي هذا النسك عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق حسب الحال، وهذه ستأتي في كلام الشيخ إن شاء الله من الأفضل. وإذا كان الوقت قريبا من حج فعليه أن يقصر، عليه أن يقصر إذا كان الأفضل حتى يوفر الحلقة للعمرة، وإن كان الوقت طويلا فإن الأفضل أن يحلق في الحج والعمرة، يحلق في العمرة ثم عليك يحلق في الحج، فيتحلل منها ثم عليك يحرم بالحج، وهذا هو الأكمل والأفضل. المسألة الخامسة عشرة، ذكر الشيخ رحمه الله أنه يشرع للمحرم في إحرامه أمور، وذكر منها الطيب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عن عائشة، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وعلى الحاج أيضا بعد ذلك أن يجتنب محظورات الإحرام كما قال سبحانه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو ما يتعلق بالجماع قولا وفعلا، والفسوق اسم للمعاصي كلها وهو يجب اجتنابه على كل حال، لكن يتأكد في حال الإحرام كما يتأكد ذلك في حال الصيام حين يكون صائما خصوصا في رمضان. ولا جدال في الحج، الجدال المراء، وهذا إذا كان على سبيل المماراة والمنازع منهي عنه، ومنهي عنه خصوصا في الحج، وإن كانت المماراة في أمر النسك فالله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام قد بينا أمر النسك، وجاءت الأخبار مبينة لذلك، فيرجع بذلك إلى أدلة السنة وما تكلم العلماء عليها على هذه الأخبار من بيان لمعانيها. المسألة السادسة عشرة، يذكر الشيخ أو ذكر الشيخ رحمه الله أنه هل يكتفى بمجرد النية لو أن إنسان جاء إلى الميقات ودخل في النسك بالنية، دخل في النسك بالنية ولم يتلفظ بقول ولم يفعل فعلا مثل تقليدكم عهدي مثلا يقلد الهدي ونحو ذلك، فالجمهور على أنه يصح إحرامه، يصح إحرامه، وأنه أيضا لا يلزمه شيء غير ذلك. واختار الشيخ رحمه الله أنه قال عليه أن يفعل فعلا أو أن يقول قولا، ولا يكون محرما بمجرد ما في قلبه من قصد ونية. هو يحمله على هذا، على أنه مجرد قصد وإن دخل لكنه لم يفرق إلى مجرد الدخول، فإن القصد ما زال في قلبه عندما خرج من بلد، فلا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين
كما يقول الشيخ رحمه الله، كما يقول لا بد من قصد، لا بد من قول أو فعل، يعني تلبية مثلا يلبي، هذا اختيار، والجمهور على خلاف هذا القول. وأيضا ذكر الشيخ في هذه المسألة أن التجرد من الإحرام واجب، ولو أحرم وعليه لباسه فإحرامه صحيح عليه أن يتجرد مباشرة من اللباس. المسألة السابعة عشرة، الجمهور على أن الإحرام صلاة تخصه، والشيخ رحمه الله يقول إن كان يحرم عقب فرض، عقب صلاة إما فرض أو تطوع، مثل إنسان كان يصلي سنة الضحى من عادته ووافق وقت الإحرام الضحى، فإنه في هذه الحالة يحرم مثلا يصلي الضحى، أو مثلا صلى، أو مثلا كان لم يوتر صلى العشاء ولم يصلي الوتر، فإنه بعد ذلك يصلي الوتر ويكون إحرامه عقبه، أو كان وافق صلاة فرض في هذه الحالة يصلي يحرم عقب صلاة الفرض. قال هو هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يريد الشيخ بذلك أنه يحرم وهو في مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم الأحد حينما بات بذي الحليفة، فلما أصبح من صبح الأحد صلى الظهر عليه الصلاة والسلام، وهي الصلاة الخامسة في هذا الموطن، ثم بعد ذلك ركب راحلته، ثم هلل الله وحمده وسبحه، ثم لبى حين ووجه راحلته إلى القبلة فلبى وهو على راحلته. فيقول إن التلبية تكون بعدما يكون على راحلته، والجمهور احتجوا بحديث ورد يعني في هذا، لكن لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا، وهذا اختياره رحمه الله. المسألة الثامنة عشرة، أنه يستحب الغسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا، لأن هذا الغسل غسل نظافة فيشرع للنفساء، وإن كان لا يرفع الحدث لكنه يشرع لأجل استعداد لهذا النسك. ورد أخبار في هذا فيها ضعف، وبعضها سنده جيد، وجاء أنه من السنة هذا الغسل. وعلى هذا هل يشرع سائر الأمور أخرى، مثلا نتف الإبط وقلم الأظفار وحلق العانة ونحو ذلك، حلق العانة مثلا، وهل تشرع هذه الأشياء؟ هذه كما قال الشيخ تتبع الحاجة، والمعنى أنه إذا كان قد قلم أظفاره قبل ذلك ولم يكن شيء يحتاج إلى قلمه مثلا من ظهر، وكذلك إذا كان قد حلق أو نتف الإبط في هذه الحصل المقصود، لأن هذا بحسب الحاجة ليس مشروعا مشروعية، لأن هذه سنن من سنن الفطرة المشروعة على الدوام كلما احتاج إلى إزالة مثل هذه الأشياء. المسألة التاسعة عشرة، ذكر الشيخ رحمه الله الإحرام في النعال، وأنه يحرم في نعلين ويحرم في ثوبين نظيفين ويحرم في نعلين، معنى أنه يكون القدم ظاهر، القدم ظاهر، لكن هل يجوز الإحرام في الخفين لو مقطوعين، وهل هما كالنعلين ولو عند وجود النعلين؟ الجمهور يقولون لا يحرم في الخفين المقطوعين، ويشبه الكنادر التي تكون تستر ظاهر القدم والكعبان بارزان، فهذه مثل الخفين المقطوعين حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعهما في حديث عمر في الصحيحين، ثم بعد ذلك أذن في لبسهما لمن لم يجد النعلين، وكذلك للسراويل لمن لم يجد الإزار. لكن هل من لم يجد نعلين وليس عنده إلا مثل خفين مقطوعين أو ما يشبههما من هذه ما يلبس مما لا يستر الكعبين؟ الجمهور يمنعون من ذلك، واختيار الشيخ رحمه الله مذهب الأحناف أنه لا بأس بذلك، وقال هو اختيار جدنا، وأنه أفتى به في أواخر عمره لما حج. المسألة الحادية والعشرون، لا يلبس المحرم من اللباس ما خيط على قدر البدن كاملا كالبرانس، أو على
أكثر البدن كالقمص، أو على أعلى البدن مثل الكوت والفنيلة ونحو ذلك، سواء كانت من الملابس الداخلية والملابس الخارجية كالكوت، وما كان على أسفل البدن من أسفل السراوي ونحو ذلك. لكن هذا وكذلك أيضا ما يشبهها من المشالح التي يعني هي كالجباب مثلا، هذه لا يجوز لبسها، لكن لو أنه التحف بها لا بأس بذلك. لو أن إنسان التحف مثلا بجوبة ونحو ذلك لا يعتبر لبس، كما لو تغطى بفراش أو لحاف ونحو ذلك، لكن لا يجوز له أن يستر رأسه. ولو نام وتغطى رأسه أو ستر رأسه وهو غائب يعني لا يحس ولا يشعر، فإن له أنه لا شيء عليه، ومتى علم أزاله ولا شيء عليه. المسألة الثانية والعشرون، يدخل في معنى هذا اللباس بجميع أنواعه كل ما أشبه مما خيط على قدر البدن. مثلا السراويل يدخل فيها السراويل القصار التي تصنع مثلا لستر السوأتين ولو كانت قصيرة تدخل في مسمى السراويل، وكذلك كل ما يصنع للبدن على قدر عضو البدن فإنه يمنع منه كما يمنع من هذا اللباس المصنوع للبدن. ولا بأس للمحرم، وذكر المسألة التابعة بعد هذا، لو أنه مثلا لبس حين يلبس الإزار في هذه الحالة، إذا لبس الإزار فإنه في هذه الحال لا بأس أن يعقد الإزار خشية أن أو لفافة يعني يتزر بها، لا بأس أن يعقدها إذا خشي أن يسقط، مثل ما يلبس الناس اليوم من ثياب الإحرام البيض أو غير البيض، والسنة أن يكون والأفضل يكون أبيض، فإن عقده فلا بأس. وعقد الرداء فيه خلاف، والأظهر أنه لا بأس من عقد الرداء لأنه قد يشغله لو تركه بلا عقد. المسألة الثالثة والعشرون، المحرم كما تقدم لا يغطي رأسه، لكن يجوز له بلا خلاف أن يدخل البيت ولو كان تحت السقف والخيمة تحت سقفها، وكذلك كل ما كان ثابتا في الأرض مما يشبه البيوت ونحو ذلك فلا بأس به. وهل يجوز له أن يستظل بما يحمله كالشمسية ونحو ذلك؟ هذا فيه نزاع، والصواب جواز ذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث الحسين أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ومعه أسامة وبلال، وأحدهما يظله من الشمس بما يشبه المظلة لتكون تحمي الرأس من الشمس. المسألة الرابعة والعشرون، المرأة في باب اللباس مرخص لها في كل اللباس، إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما في حديث ابن عمر. والصحيح كما ذكر الشيخ أنه يجوز لها أن تلبس ما سوى النقاب والقفازين والبرقع من باب أولى أيضا لا تلبسه، لكن لو اختمرت فلا بأس بذلك، لأنه ليس نقابا ولا برقعا، والنبي عليه الصلاة والسلام حصر النهي في هذا مما صنع على قدر الوجه، فلا يمنع ما سوى ذلك، والأصل الحل. ومن شدد في هذا قال إنها إذا لبسته تجعله متجافي عن وجه، هذا لا شك في كلفة وقد لا يتيسر ولا يتهيأ لها. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن أيضا ما يدل على أنهن رضي الله عنهن كنا يغطين وجوههن في الإحرام، وخصوصا إذا مر رجال، مع أنهم يمرون يحاذونهم وهم في مكان آخر في البر. وهذا خبر عائشة عند أبي داود وفي سنده، لكن يشهد له أثر أسماء رضي الله عنها. أما ما ورد وذكره الشيخ أن إحرام المرأة في وجهها، قال وإنما هذا قول بعض السلف،
وهذا جاء مرفوعا عن ابن عمر عند الطبراني والدارقطني لكنه لا يصح، والبيهقي صحها في السنن والآثار أنه موقوف على ابن عمر، وابن القيم يقول إنه لا أصل له، مقصود أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة دلت على خلاف ذلك. المسألة 25، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن المحرم إذا احتاج أن يلبس شيئا من هذه المحظورات لمرض، مثلا أراد أن يستظل مثلا أن يلبس شيء على رأسه من الشمس شدة الشمس، ولم يتيسر له إلا أن يضع رأسه شيئا، أو مثلا حصل له كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما أذى غام رأسه، فلا بأس من أن يفعل ويفدي، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك عليه الصلاة والسلام، فسر ذلك بمعنى أنه جعل عليه الصلاة والسلام الفدية على هذا كما قال سبحانه وتعالى، وبين أن الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، وأنه مخير بين واحد من هذه الثلاث. ثم الشيخ رحمه الله على عادة استطرد من هذه المسألة، وأن هذا الإطعام يجري بحسب المعروف، وأن العرف يجري في هذا في النفقة، نفقة الزوجة، وكذلك في سائر الكفارات يكون الإطعام بحسب المعروف وبحسب الطعام الذي يأكل منه الذي يخرج الكفارة. وهذه المسألة 26، والمسألة 27، أن هذه الفدية فدية الأذى له لمن احتاج إليه إلى فعل شيء من المحظورات، أن يفعله، أن يفدي قبل الفعل، أو أن يفعل ثم يفدي، مخير أن يخرج الفدية ثم يفعل، أو أن يفعل هذا المحظور ثم يفدي، هذا مخير له أن يفعل هذا وهذا. والمسألة الأخيرة في هذا الدرس، المسألة 28، أن من مثلا تطيب مرارا أو لبس الثوب مرارا أو نحو ذلك من محظورات الإحرام، فإنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، فلو أن إنسان مثلا لبس ثوبه ثم خلع ثم لبسه ثانية ثم خلعه، في هذه الحالة يجب عليه كفارة واحدة لأنها جنس واحد وكفارة واحدة وتجزي. لكن يعلم أن هذا إذا احتاج إلى مثل هذا جاز، أما إذا فعل هذا بلا حاجة فإنه آثم ولا يجوز له مثل هذا الفعل. نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.